السلام عليكم، لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الخبيزات اللي كيجيو غزالين، سواء تستعملوهم خبيزات ديال ساندويتش بحال هكا ديال ماكدو، ولا تستعملوهم يرب مع زبيدة والعسل، وهذا في الكوتي كيجيو رائعين. خبيزات اللي بنتهم لذيذة لذيذة. انا هنايا صايبتهم لوليداتي، درت ليهم ماكدو، توحشوا ماكدو، قلت لهم اجي ماكدو يجي عندكم للدار. فرانشمون جاهم جاو غزالين، خبيزات اللي جاو رائعين. مهم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير، ودابا نمشيو للمقادير. كنحتاجوا الخبيزات ديالنا، كنحتاجوا 3 ديال الكيسان ديال الفورس، الطحين الابيض الناعم، وكاس ديال الطحين الفينو ولا السميده الرقيقه، معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الزبده معمره مزيان، ومعلقه صغيره الملحه، الملح اختياري على حسب الذوق ديالكم، معلقه كبيره سنيده، معلقه كبيره ديال الحليب المجفف، الا ما متواجدش ديروا 2 معالق ديال الحليب العادي، معلقه كبيره ديال الخماره ديال الخبز، ومعلقه صغيره راس المعلقه ديال الكوزه، معلقه صغيره ما عمرهاش ديال الكوزه، و معلقه ديال الزعتر. الكوزه والزعتر بغيت نسم بهم الخبيزات ديالنا، ما بغيتوش اختياري، بغيتو تنسمو بحاجه اخرى لكم حريه الاختيار، والفخوماج غابي باش نزينو الوجه ديالهم، وبطبيعه الحال الماء حسب العجينه باش تكون عجينه خفيفه، الماء دافي باش نعجنو. يلا على بركه الله نبداو. حاجه نديرو الطحين ديالنا، 3 ديال الكيسان. انا ديجا هنايا درت 2، الثالث، او كاس ديال الفينو، نلحو كلش، ملعقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، ومعلقة كبيرة ديال الحليب بودرة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، اون ديفو ديك الكوزه. الكوزه كنحكها انا في هاد الحكاكه، كنحكها في الحكاكه الرقيقه، ونشدو الزعتر، حيت لي هاد العود، ونعكو بحال هكا غير بيدينا، صافي تنكمل كلشي. من الزعتر نحيدو لي هاد العواد، هادو منخليوش هاد العواد، نحيدو هاد العواد، خليو داك الورق ديال صافي، ونشدو بحال هكا، نعكو بيدينا، كيعجبوني انا ملي كيبقاو يبانو في داك الوريقات ديالو خضرين، كاين اللي كيطحنو، المهم على حسب كل واحد، كاين اللي كيطحنو هكا حتى ميبقاوش دوك العويدات، ونزيدو الزبدة. الزبده كترطب لينا العجين. المهم نخلطوا هاد النواشف هما الاولين. العجينه الله عجنت فيها المسمن، ها هو انا حاطه هنايا، يطلق يطرخه، يعني ماشي يخمر، يعني ما دايرهش فيه الخميره، دايره غير السميده والفورس، يعني الفينو والفورس، وشويه ديال السكر، شويه ديال الملحه، وعجنته بالماء دافي، دايراش في الخميره نهائيا، خليته يطرقى، حيت ملي كترخى العجينه ديالو كيساعدنا في الطلاق. هنا دايره مسمنات مخلياهم، وهو دابا نعجن كلهم النواشف مزيان مع الزبده، عاد نبدا نزيد الماء الدافي تدريجيا. المهم انا خليت دابا النواشف هكا كنخلطهم مزيان، عاد بديت كنضيف الماء بشويه بشويه، يعني ما تضيفوش الماء دفعه واحده، بشويه بشويه حتى تعجن مزيان. ودابا ملي تعجنات لينا مزيان العجينه، غنزيد لها جهد معلقه ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ولا زيدوا لها الزيت العاديه، المهم اللي متواجد عندكم. نوفيت كاع على معلقه، ودابا نجمعها، ندخلوا مزيان داك الزيت في العجينه. شو العجينه خاصها تجي بحال هكا، العجينه خاصها تكون رطبه، ما تكونش عجينه قاصحه باش يجيو لنا دوك الخبيزات مفشفشين.
صافي من بعد كل ما دخلت فيها الزيت درت لها بلاستيك هكا، ودابا غادي نطيب المسمنات ديالي ونتلاقاو من بعد ما تخمر لي العجينه. المهم هاي العجينه شتي كي كتجي من بعد ما خمرات، صافي كنديوها غير نجيبوها هكا وندهنوا سطح العمل. ونشكلوا الكويرات ديالنا شحال من الجبد اللي حنا بغينا. صافي من بعد ما شكلنا كلهم الكويرات ديالنا دابا غادي نقرصوهم. غنبداو باول وحده شكلناها غنقرصوها بحال هكا. بالنسبه لحجم الكويرات كل واحد يدير القياس اللي بغى، انا درت هذا القياس هذا وهذا هو السمك اللي درت، ما درتهمش غلاط. بغيتو الخبز يجي غليظ بزاف يعني خليهم غلاضين. ما تنساوش راه مازال دابا غادي يخمر واحد شويه، راه مازال غادي يزيدوا يتنفخوا لنا شويه. صافي ديما كنقرص مع الاستعانه بالطحين الفرص، الطحين الابيض هكا تنقرصهم كاملين ونحطهم في واحد لاطه اللي تدخل الفران ونغطيهم نخليهم يخمروا واحد 10 دقائق هكا كر كيكونوا خمروا. ونجي وندهن لهم وجههم بالحليب يعني ندهنوا الوجه مزيان بالحليب. شتي الوجه ديالهم راه باقي الحليب عليهم يعني كندهنهم مزيان باش كي هذاك الحكيم ديك العجينه كتمص لينا داك الحليب وكتجي مفشفشه يعني كتجي رطبه من الداخل، كتجينا ديك قشيرتها محمره وكتجي رطبه من الداخل. صافي دابا هادوك الثلاثه اللي درتهم على ود لي ساندويتش غادي نرش ليهم وجههم بالفرماج. بغيتو ديروا كلشي ديال الساندويتش كلشي هكاك رشوا ليه وجهه بالفرماج. انا درت هذوك ثلاثه ديال الساندويتش والاخرين درتهم خبيزات هكا جين. المهم هذوك درتهم على شكل باش ندير لهم ساندويتش ماكدو، ولادي توحشوا ماكدو. الاخرين شديت واحد لا مغازواغ اللي ديجا انا معقماها وحارقها يعني هي خصي سهر ديال مخليها كالخبز والباكيت كنفلح بها الخبز، هي كتفلح حسن من الموس. اشكال راكم مبدعات كل يدير الشكل اللي عجبو، حتى انا رانيا كنبدع. بغيتو زعما باش يجيو بحال هذوك الخبيزات ديال الزنقه. المهم من بعد ما نشكلهم بحال هكا ونزينهم باش ما بغينا، انا غادي نزين بحبوب الشيا وغادي نزين بالزنجلان. نتوما ديروا زينوا كما عجبكم، انا ديجا راني مسخنه الفران على اعلى درجه يعني الفران مسخن على اعلى درجه، ولكن منين بغينا نطرحوهم نديروا نردو على 220 ونطفيو الفوق ونخليو مشعول غير لتحت، نخليو الفران مشعول غير لتحت ونحطو الخبيزات في الوسط باش ماشي تجي دغيا تحمر لينا الوجه بلا ما يطيبو مزيان. صافي نظن نتمنى بان الفكره تكون وصلت. شوف انا هنايا درت حبوب الشيا فهادو في الوسط. المهم انا كنبدع خوش مخبيزات لي غزالين، خبيزات لي غزالين كيجيو بنينين. الخبيزات ديالي خرجوا من الفران شي كيجيو غزالين، هادو اللي درتهم الساندويتش ها شتو كي كيجيو مقرملين كيجيو غزالين. هادو درتهم الساندويتش ندير لهم ماكدو، وهادو خبيزات طايبين مزيان. قسم معاكم وحيده
شو عجينتهم كي كتجي؟ كتجي رطبة. انا قربت كيجيو غزالين فرونشمون، خبيزات زالي ما تندموش اليوم يجربون. وتا المذاق ديالهم عرفتي داك لوكو ديال الكوزه مع الزعتر كيعطي مذاق غزال. هادو تنعمرهم دابا نصايب بهم ماكدو، هادو غادي ندير بهم ماكدو، وهادو نخليهم هكا سميتو الا درت لهم مريقه ولا شي حاجه. المهم نحطهم الدراري كيوجدوا ليهم في الكونجيلاتور، وقسم ما كندير لهم شي طورتيه ولا شي اومليت ولا شي حاجه فيت في الغدا، وخبيزات موجودين. المهم خبيزات كيجيو غزالين، تقدروا ديريهم كلهم هكا ديال الساندويتش. عرفتي بهاد الفرماج هذا كيجي مقرمش كيجي غزال. او ها هو ماكدو ديالهم، كيجي هاد الخبيزات رائعين. اليوم درت لهم الخص ومطيشه الكفته و الفرماج. واو في ماكدو جال الدار صوص كيتشاب و لي فخيت ياوخت، ودرت ليهم كوكا. قال لك بغاو كوكا خديتها ليهم، ما كنعطيهمش ديما كوكا، مي دابا جلي في بليزير. كنتمنى لي دي تعجبكم، وتنتوما ديروهم لولادكم باش ما يحسوش. المهم تفوج عليهم الدراري كيعجبهم لي زيدي بحال هكا، انا فرحو ملي درت ليهم بحال هكا عجباتهم الفكره. نتمنى فيديو ديال اليوم يعجبكم، والخبيزات اللي بارطاجيت معكم يعجبوكم. فرونشمون راهم غزالين، غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على كلهم اللي كيخليوا لي تعاليق زوينه، واللي كيتفرج دابا الفيديو وما مسجلش معايا ما مابونيش معايا تابونا، وما تنساوش تدعموني بلي لايك. علي بسلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.